قلت لك ان الرفع بعض الناشطين في زوج خبرا يفيد بان سكان منطقه الدين جنوبي الخرطوم قاموا بالاستيلاء على احد عربات الشرطه وتم حرقها، وهي الان ربما تبدو مسجله في طوارئ. هذه رايتها بام عيني، وايضا اثناء عودتي من مغر عملي الى منزلي رايت استيلاء ايضا او حرق بس او بس سفر يتبع للحكومه السودانيه ويسمى بس الوالي يتبع ولايه الخرطوم، تم حرقه ايضا من قبل مواطنين في منطقه جبر ايضا جنوبي الخرطوم. هناك ايضا العديد من المظاهرات في داخل الخرطوم مثل في احياء بندرو في احياء مدنمانيه عريقه مثل والدرو والعباسيه والنوباوي، وهي منطقه تتبع لحزب الامه او كيان الانصار. هذه المظاهرات خرجت عقب صلاه الجمعه، وهي الجمعه التي اطلق عليها ناشطون سياسيون في الفيسبوك اسم جمعه الغضب او جمعه الكتاحه، وهي مفرد داريه سودانيه تعني الاحصار الشديد. هذه الحال في الخرطوم. هناك ايضا في الخرطوم بحري مظاهر احتجاجيه وايضا تظاهرات منظمه على عكس ما كان يحدث في الخمسه او الست ايام الماضيه. هذا بالاضافه الى مظاهرات ايضا في مدن او ولائيه او محافظات مثل ولايه الجزيره وعاصمتها مدني. ايضا هناك انباء عن احتجاجات في عبر، وهي منطقه معروفه ببعدها وميلها الثوري. وايضا هناك انباء عن مظاهرات في منطقه بورسودان، وهي الميناء الرئيسي لجمهوريه السودان. نعم، حدثتني عن تظاهرات، هذه التظاهرات مستمره الى الان في الخرطوم؟ نعم، الان الناشطين السياسيين يقولون انهم محتجون الان في منطقه شارع 60، وهو شارع شرقي الخرطوم، شارع رئيس عرف ايضا بالاحتجاج المناطقي او التظاهرات الاحتجاجيه التي تخرج طلبا للخدمات الاجتماعيه مثلا الصحه والتعليم والمياه وغيرها. نعم، يعني هذه التظاهرات التي اندلعت منذ 6 أيام في السودان تؤكد على سلميتها، لكن أنت قلت لي قبل قليل استيلاء على عربات الشرطة واستهدافها، هل يعني هذا دخولها دوامة العنف؟ لا أبدا، هو ليس عنف، هو احتياجات اليوم تبدو منظمة أكثر من غيرها، ربما يكون هناك تواصل أو هناك تجميع للخيوط. الآن هناك أكثر من مجموعة تنشر في فيسبوك، مجموعة تغيير النظام والعديد وغيرها، ربما يكون هناك تنسيق او هناك تجميع للخيوط. الان الاحتجاجات تبدو اكثر تنظيما، وهناك احزاب سياسيه دخلت على الخط بهدف جر خيوط اللعبه والامساك بها وتنظيمها. نعم، من الخرطوم الصحفي يوسف الجلال، شكرا جزيلا.